النبوغ المصري لا يتوقف، فيأتي نبوغ شاب مصري موجود في الخارج. بيعمل ايه بقى؟ بيدمج الصور مع بعضها، بيعمل عملية دمج كده للصور مع بعضها بطريقة جديدة ما، وبعدين بيعمل لها إعادة رسم فتصبح حاجة أقرب للشخصيات الكرتونية والساخرة والمرحة. مبدع. بص بص هو بيشتغل ازاي. خد بالك الأول كانت عروسة كده، فيبدأ هو يشتغل عليها بطريقة معينة تتحول لإيه؟ يعني رسمة كانت موجودة، رسمة عادية خالص، بدأ هو إيه ده بقى؟ إيه ده بقى؟ هات الصورة بقى كده. بص 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 الست جواهر، فيلم الناظر، فاكرينه؟ الله يرحمك يا علاء، ألف رحمة ونور تنزل عليك يا أخي. شفت بقى هنا إيه؟ خدي حولها للست جواهر. بيعمل ايه ده؟ شطور، مبدع، ذكي، بيشتغل معانا. وعمل سعد كمان؟ لا فرجونا كمان، خلونا واحنا بنتفرج ناخد معانا فنان الديجيتال احمد عبد المنعم. ازيك يا احمد؟ ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ ايه الابداع ده؟ ايه الكلام الكبير ده؟ لا والله كلام كبير، إيه؟ انت شاطر قوي. وبعدين ربنا يخليك. الناس اللي زي حالاتي عارف اللي ما بيعرفوش يرسموا دول اصلا من الناس اللي هو ايه، ارسم راجل، اروح راسم كوره دايره ومنزل منها خط وبعدين دراعين وبعدين رجلتين والسلام عليكم، ده اخري في الرسم يعني. ما انا عايز اقول لك، وده اللي انا بابايا الله يرحمه علمه لي برضه، ده اخر حاجه هو علمها لي بس في الرسم برضه، وانطلقت انا من بعدها. انطلقت ازاي؟ ما تحكي لي الحدوته دي يا احمد. والله بص، هو انا اساسا مهندس مدني، وسبت الكارير يعني، ما اشتغلتش مهندس. سبت الهندسه. مع انها بتكسب والله يا احمد. والله دي حقيقه. بس ما خلاص بقى، مش وقت الندم. انا بقالي 10 سنين. سبتها ليه؟ سبت الهندسه ليه؟ احكي لي الحدوته يا ابو حميد. بص يا يوسف، هو انا كنت من ضحايا ثانويه عامه، الناس اللي جابت مجاميع عاليه بالعافيه. ايوه. انت الحاجات دي بالزق اللي هو انت بتعرف، انت بتعرف ترسم فانت لازم تخش هندسه. ما تفهمش ليه؟ مين عارفها؟ مين والله العظيم عارفها. معلومة مصيبة يعني. ايوه. ويتبسلك كده الحاجات دي زي السم كده في العسل، اللي هو انت بتعرف ترسم ما شاء الله لازم تخش هندسة. من قتل مش عارف ايه خزاعة، من مش عارف خزاعة. فتلاقي نفسك فجأة بتعمل لك غسيل مخ. ايوه انا مهندس جدا. ده اللي حصل. غسيل المخ ده حصلت لي. وانا في اول يوم في الكلية عرفت بقى ان مفيش فرق بين اللي بيعرف يرسم واللي ما بيعرفش يرسم، كلنا معانا نفس المسطرة كتير. أيوة. وكلنا هنشتغل. ايوه. فبس اللحظه دي بقى قررت ان انا اول ما هتخرج انا مش هشتغل مهندس، وانا هشتغل بالموهبه اللي المفروض ربنا يعني اداها لنا مخصوص. حلو. فبس اول ما اتخرجت من هندسه عملت الشيفت ده على طول، واشتغلت رسام كاريكاتير في المجلات والجرايد وكده. حلو قوي. بعد كده دخلت على الديجيتال بقى، واشتغلت ديجيتال ارتست، وعملت بقى عملت تويترات مسلسلات وحاجات في الاعلانات، وعملت مناهج التعليم اللي في مصر، المناهج التعليميه الجديده اللي على التابلت والحاجات دي بتاعت الاطفال. رائع. اشتغلت بقى في الميديا برودكشن، اشتغلت كديجيتال ارتست. بس هو انا مؤخرا ابتديت اعمل فيديوهات اللي انت شفتها دي. دي بعيدا عن شغل يعني اللي بيجيب لي فلوس دي، كنت عايز بس اثبت ان فن الكاريكاتير والانيميشن والديجيتال ارت ده مش فن صفوه او فن للمعارض او لا، هو فن عادي، لو سلعه ترفيهيه يعني، لو اتعملت كويس الناس هتحبها، مش حاجه مخبويه. صح. فاهمني؟ وانا فكرت كمان في ان انا لازم ادمجها مع شخصيات مصريه معروفه زي الفنانين. عشان بس اعرف الجهات الانتاجيه في مصر ان احنا لو اهتمينا فعلا بالصناعه دي، صناعه الرسوم المتحركه وصناعه الكاريكاتير والدعامه الصح، فلا ده هينجح مع الناس. انا متضايق طبعا جدا، انا بعمل الحاجات دي عشان اثبت البوينت دي بس بيني وبين نفسي. بس هي الامور بتمشي كده، انه في حد بي بي بيخش يعافر كده على راي الاعلام بتاع شيرين، يخش يعافر علشان والله العظيم عشان يثبت وجهة نظر ويثبت صحة وجهة نظره. المعافرة دي حاجة حلوة، وبالمناسبة ده جزء من طبيعة المصريين ان هم شعب معافر،
ما بيستسلمش يعني. فيعني انا وعايز اقول لك يا بص عايز معلش انا اسف بقطعك. لا كمل كمل. ان في مصر هو يعني سيبك من ان انا دلوقتي بره مصر في شغل اوكي، بس مصر فيها فنانين كويسين جدا جدا انا متاكد جدا، وفيها افكار خطيره، وانا راجل بشتغل بره واشتغلت في مصر بروجكت كتير، فانا عارف ان احنا لا احنا جامدين مقارنه حتى بالناس اللي بره، بس احنا الماركت لسه في مصر والعقليه مش داعمه قوي في الحته دي. يعني انا لو سالتك انت اخر مسلسل كرتون مصري انت فاكره هتقولي بكار مثلا اللي هو شوف من كام سنه. بس هو في مسلسل حلو اتعمل في رمضان اللي فات كمان بالمناسبه، حلو حلو يعني يعجبك، بس انا معاك يعني مصر انا بتكلم حاجه تعمل ضجه، مصر حجم انتاجها ما يبقاش مسلسل، لا ده احنا نعمل اتنين وتلاته واربعه ويبقى في حاجات مشهوره ويعني وتكبر وتنتشر في العالم. يعني عايز اما اسالك يا يوسف انت تعرف او مش هسال يوسف، يوسف كده كده ده راجل مثقف واعلامي وعضو. يا اخي الله يخليك. انا عايز اسال، لو عايز اسال حد في الشارع عادي انت تعرف كام فنان تشكيلي او كام رسام او كام كذا، يقول لي عدد لي اسمه الثاني، مش لازم يبقى من رواد المعارض ومن رواد انت فاهمني. يعني ده اللي انا بحلم بيه، انه ابص من الاخر انا بعمل كل اللي انا بعمله ده عشان اي طفل زيي كان بيعرف يرسم وهو في المدرسه يعرف ان الموهبه دي لو اهتم بيها ونماها ممكن تبقى شغل زيه زي اللي بيغني كويس وهيطلع مغني، زي اللي نفسه يمثل وبيطلع ممثل. ايوه انا مش عاوزه يقول انا النوع ده من الفن ملوش سوق في مصر فانا سافر احسن. لا مش عاوزه يعمل كده. قال له انت بتعرف ترسم خش هندسه ويضحك عليه ويخش في الدوامه بتاعت الحياه. ايوه طبعا لك انا حصل، بس انا كنت الحقيقه اسرع منك، انا هربت من هندسه بعد اعدادي هندسه على طول. لا برافو عليك. انا هربت، انا كنت هتضرب. ده انا امبراطور الهروب، امبراطور. لا عندي، انت برافو، لا انت عندي، ارجع مني. عندي تكنيك كده، عندي تكنيك اخلع على طول. لا انا ضحيت بالخمس سنين عشان ما ازعلش اهلي، بس بعد كده خلاص. لا انا اقنعتهم، انا برضه الحقيقه لا اقوى على ان انا ازعل اهلي ابدا يعني، كنت ولا زلت يعني لا اقوى على ذلك عاطفيا ابدا يعني، فعرفت اقنعهم بشكل او باخر، وجزء منها كان برضه سياسه الامر الواقع يعني، عملنا لعبه كده. فكنت انا وجدتي الله يرحمها كنت انا وجدتي الله يرحمها هي اللي قعدت تقنع في ابويا وامي، فالله يرحم الجميع يا رب، ويدي الصحه للاحياء. انا بقول لك انا نفسي نقدم ايدول يعني للناس يا جماعه. لو انت يا صديقي يا اللي في اولى ابتدائي ويا اللي في اولى ثانوي ويا اللي في اعدادي لو بتعرف ترسم وفعلا اللي حواليك كلهم بيقولوا لك موهوب، لا دي حاجه عادي جدا انها تبقى كارير وعادي انك تنميها وعادي تركز فيها وممكن تعمل بيها فلوس كويسه كمان، لازم يعني دي مش موهبه اعملها في وقت فراغك عادي يا جماعه. والله انا عندي اهو، انا سبت هندسه وبقيت كده وشغال ديجيتال ارتست وبعمل فلوس على فكره عادي وبشتغل ومبسوط. بتعمل فلوس حلوه؟ قول لي. الحمد لله الحمد لله حلوة. الحمد لله احمد فلوس حلوه؟ لا مش للدرجه يا عم ان شاء الله هتعمل فلوس حلوه. هو الفلوس وحشه فلوس حلوه مش جاي حلال؟ لا بس انا بس والله نفسي في الفكره بس انها توصل. انا فعلا ببقى زعلان جدا لما الاقي الاهالي بتنمي مواهب اخرى، ويعني بتلاقي مثلا لو انت ابنك بيلعب كوره كويس بيصرف عليه ويوديه اكاديميات وبتاع يعني هو اللي بيزقه في الموضوع. طب ليه الرسام مش كده؟ ليه الرسام بتقول له في وقت فراغك في اجازه الصيف؟ اشمعنى هو مش بتجيب له ادوات، مش بتنفست في ابنك في المجال ده؟ دي بالنسبه لي لغز يعني. سيبه يعمل اللي بيحبه. انا اتفق معاك جدا جدا، ويا ريت ده فعلا يتنمى كتير يا احمد. وعلى رايك يا ريت نشوف الناس عادي انهم يبقوا عارفين الفنانين التشكيليين الكبار ويبقوا عارفين يعني ايه فن وعارفين يعني ايه فن الديجيتال وما الى ذلك. احمد يعني اتمنى في يوم من الايام ان احنا يبقى في عندنا حجم انتاج كبير جدا 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 للانيميشن، وتبقى انت واحد من هنسميه ايه الناس اللي بتحيي هذا النوع من الفن وانتاجه في مصر مره تانيه حقيقي بجد يعني. تبقى مبسوط قوي. تحت امر مصر في اي حاجه وتحت امر اي جهه. الله يا اخي. ان هي تعمل حاجه زي كده. بص الكلمه دي بالدنيا والنبي لفظة لازن واسعه لحد ما ترجع لنا ونعمل حاجه حلوه، لانه انا فاكر رمضان كان يحيى وكنوز كان مسلسل حلو، فتخيل كده لو احنا نقعد نستثمر في الحاجات دي اكتر وندي اكتر كمان محتوى من النوع ده لاولادنا. أنا أشكرك الأول أحمد عبد المنعم هذا الفنان الرائع والجميل، مصري مصري بخفة دم ودخلته وخرجته سكر يعني، نورتنا يا أبو حميد والله.